يحاول أن يقدم الكرة في مكان سليم ليهشري لكن ما تقدر تجزمها من المرمى. الطريقة اللي قطع فيها معتز الكرة وأبعد هدف تكون أفضل طريقة إبداع. وهذه اللقطة اللي كان فيها إبعاد، شوف 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 شوف، شفتوا أسامة هوساوي، شفتوا أبو كلبشة كيف أبعدها، شوف شوف هني أسامة هوساوي، شوف شوف من وين داخل، من وين داخل، كيف تشوف كيف خلصها. أبعد هدف محقق لصالح النصر في أبرز لقطات النصر في شوط المباراة.